الغاز الخط الانبي بعدين بروح على خط البترول لازم يكون مقاول. توليد ما قيمته 5 ميجا وات من الكهرباء في المستقبل بعد ربط الخلايا الأخرى، راح نرفع هاي القدرة حتى توصل لحد 8 إلى 10 ميجا وات. كابل غباوي قادر على 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 انتاج ما بين 20 الى 25 ميجا وات. الان مكب الغباوي هو يمثل 50% من نفاياتنا، وبالتالي المكبات الاخرى اذا تم اعاده تاهيلها قادرين ان ننتج نفس الكميه.